القصيدة مكتوبة عن راعي ماعز في قرية في الجنوب اللبناني زبقين، اسمه حسين طعمي، عاش 70 عاما بالتمام والكمال ولم يغادر الأرض على الإطلاق، ما كان عنده أي مبرر لمغادرة الأرض، فأصبح مموى. وأذكر أنه جلده كان بلون التراب تماما، كان يحمل الجمرة من الموقد لكي يشعل لفافة التبغ من دون أن يتأثر، لأنه شو بيقولوا دايم كالكليم بالفصحى يعني. حسين طعمي خرج مرة واحدة من القرية إلى الحج لكي يحج إلى بيت الله الحرام، وفي الحج هناك بعد إكمال مناسك الحج والذهاب إلى المدينة أضاعه أهل القرية ولم يعثروا عليه. بعد شهر يأسوا تماما من عودته واعتبروه قد مات، وأقاموا له جنازا أو جنازة وحفل تأبين. وإذ بعد شهر من هذه الحادثة تتصل شرطة المدينة المنورة وتقول أنهم عثروا على الراعي حسين طعمي لاحق شلعة معزة لضواحي المدينة. كانت نقطة ضعف المعزة، كل واحد من نقطة ضعف الحياة. هذا الجانب هو طبعا الجانب المضحك، ولكن المبكي في الأمر أنه بعد شهور من هذه الحادثة تقصف قوات الإسرائيلية باتجاه القرية باتجاه زبقين، يهرب الكثيرون طبعا من المثقفين والمناضلين وحملة الشعارات يعني. فيبقى حسين طعمي منتصبا قبالة الفلسطين المحتلة، وضيعتنا تقريبا يعني على تقع على تلي موازي لمواجهة لشمال فلسطين، فتقع القذيفة على رأس حسين طعمي ويستشهد. القصيدة تقول ما يحدث تعديل طفيف: غامضا كان وحيدا يرهف السمع لأقصى عشبة تسقط عن ظهر الينابيع ويصغي لأنين القصب المفطوم عن ثدي الهواء. لم يكن يذكر من أعوامه 70 إلا المسربة الضيقة بين البيت والتابوت. لم يبحث عن الأفكار في القاموس، بل يستولد الأزهار من كم الفضاء ويواري ما تصب الشمس في معطفه الرف من الألوان كي لا يدعيها الشعراء. لم يكن يقرأ أو يستقرئ الأشياء، بل كان يسميها لكي تدخل قبل الاسم في خامتها الأولى، كأن يذهب للإعصار في منبعه، أو يقطف الريح عن الأشجار، أو يعتصر الغيم الذي يعبر كي يشرب، أو يكسر قرص الشمس كي يسكبه في فمه خبزا وماء. كان موصولا إلى الأرض بخيط ثابت تجري فيجري وتغني فيغني، يستظلان بنفس الشجر الداكن في الصيف ولا يفصله عن ظهرها إلا الحذاء. فجأة باغته القصف وأحنى جذعه الواقف قوس من دماء، غير أن اللوز لم يذبل وظل النهر في مجراه كالمعتاد، والزيتون في غفوته الجذلة على صدر الخريف. حين مات انتبه الرجل الغامض، لم يحدث له أن مات من قبل، ولكن لم يفاجئ دمه الموت الأليف، فهو لم يسقط سوى مترين عن منسوبه العادي، لم يطرأ على قامته ما يدعيه الموت من فرق، ولم يختلف المشهد عن سابقه غير هبوط اضطراري إلى الأرض وتعديل طفيف.